طبعا هذه التظاهرة التي نحضرها اليوم هي تظاهرة مهمة، خصوصا وأنها تهتم بالمرأة وتكرم المرأة المتألقة، وطبعا هذا حافز ربما للنساء لكي يتألقن في مجالاتهن لكي يحظين أيضا بالتكريم. كما هناك مجموعة من التظاهرات، أنا كنت من بين الأشخاص الذين ناقشوا الفكرة مع السيد عزيز ملوك في الأول، وناقشناها كثير ويعني لمدة شهور كيف ممكن نحققوا هذه الفكرة وكيف ممكن نكرموا المرأة المغربية وشنا هي المجالات اللي كانت موجودة. طبعا كعضو في اللجنة المشرفة على هذه التظاهرة ارتأينا أن تكون أو أن نشارك معنا وزارة الثقافة والاتصال، الشباب والثقافة والاتصال، والتي بادرت مشكورة إلى دعم هذه الفكرة. واليوم نحن نعيش أطوار الدورة الثالثة لهذه التظاهرات.